تزكية النفوس. التزكية لغة الطهارة والنماء وزيادة، ومنه الزكاة لما يخرج الإنسان من حق الله تعالى إلى الفقراء، وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس أي تنميتها بالخيرات والبركات أو لهما جميعا، فإن الخيرين موجودان فيها، وبزكاء النفس وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة وفي الآخرة الأجر والمثوبة، وهو أن يتحرى الإنسان ما فيه تطهيره، وذلك ينسب تارة إلى العبد لكونه مكتسبا لذلك نحو قد أفلح من زكاها، وتارة ينسب إلى الله تعالى لكونه فاعلا لذلك في الحقيقة نحو بل الله يزكي من يشاء، وتارة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكونه واسطة في وصول ذلك إليهم نحو تطهرهم وتزكيهم بها، ونحو قوله تعالى يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، وتارة إلى العبادة التي هي آلة في ذلك نحو وحنانا من لدنا وزكاة، ونحو لأهب لك غلاما زكيا أي مزكا بالخلقة، وذلك على طريق ما ذكرنا من الاجتباء، وهو أن يجعل بعض عباده عالما وطاهر الخلق لا بالتعلم والممارسة بل بتوفيق إلهي كما يكون جل الأنبياء والرسل، ويجوز أن يكون تسميته بالمزكى لما يكون عليه في الاستقبال لا في الحال، والمعنى سيتزكى. وتزكية الإنسان نفسه ضربان، أحدهما بالفعل وهو محمود وإليه قصد بقوله قد أفلح من زكاها، وقوله قد أفلح من تزكى، والثاني بالقول كتزكية العدل غيره، وذلك مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه، وقد نهى الله تعالى عنه فقال فلا تزكوا أنفسكم، ونهيه عن ذلك تأديب لقبح مدح الإنسان نفسه عقلا وشرعا. ولهذا قيل لحكيم ما الذي لا يحسن وإن كان حقا؟ فقال مدح الرجل نفسه. والتزكية اصطلاحا إصلاح النفوس وتطهيرها بالعلم النافع والعمل الصالح. قال تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.